على المواطن ما راهوش يشري. حنا لي بريم زيد رانا نشريو الغلا والمواطن ما كانش اللي يشري. يعاملوناش باللي حنا رانا نديو 1000 فرنك 1500 في الكيلو. شغل تدخل انت تشوف الشعب يقول لك ما كانش منها باللي انت كتاجر تدي 1500. راني نبيع انا الخضره وما نقدرش نوفر للدار الشيء هذا كامل. طماطم طماطم شحال السعر تاعها؟ طماطم رانا نبيع فيها 12 ونص. 12 ونص. هذه السلعه ديال الفرق دوكوش. كاينه هذه دير منها 10000 فرنك. هذه الدوزيامات. الدوزيامات دير 10000. ها؟ وهذه الفرق دير 12 ونص. وكاينه الاخرى اسمها ثاني دوكوش راه دير 14 15. فيها النوعيه. شغل هي فيها النوع بزاف عليها شغل الكاليتي يختلف. عليها درك الزرديه كما قلت لك هضرنا على الزرديه قلنا باللي راهي توصل 7000 8000 9000 راهي بالبري هذاك جيت عندي قلت عندي 3 ميسان راهي درك 7000 8000 وقلت لي قلت لي بريمي جور تاع رمضان هي تعاود توصل للبري بارك الله فيك هما ما يعاملوناش باللي حنا رانا نديو 1000 فرنك 1500 في الكيلو شغل تدخل انت تشوف الشعب يقول لك ما كانش منها باللي انت كتاجر تدي 1500 يقول لك ما كانش منها ومين كان جاو المسؤولين يشوفوا مع التجار المساكن راه هنا ها تدي 1500 في الكيلو في الشهر تاع رمضان تروح جيما تروح للجيم على السميطار ماشي السوق حنا شغل منو قرو منو ديطاي سبحان الله الزردية تروح تشري فيها 7000 جملة تحطها 8000 واش راح يدير المواطن هذا؟ صح دوك انا الطماطم بكل صدق تروح تخلصها انت ب 11000 ولا ب 10 ونص شحال راح تبيعها؟ شحال راح تبيعها المواطن ما يقدرش ياكلها راك تشوف ها المواطن المسكين ها هي جريوات 16000 المواطن يدخل يشوف بعينه ويخرج كاين اللي يجي مسكين يقول لك عطيني زوج حبات لي بري زايدين وما كانش بحال المواطن ما راهوش يشري حنا لي بريم زايدين رانا نشريو الغلا والمواطن ما كانش اللي يشري قليل اللي راهم يشريو برك يجيو يتفرجوا برك يجي يتفرج اخويا ما مام طماطم ودوك كاين اللي يشري بالحبه بلا كاين اللي يقول لك عطيني زوج حبات نحتاج انا زوج حبات واحد يدي حبه قليل اللي تسمع يقول لك كيلو وزوج حنا كنا طماطم نبيعو ب 3 كيلو 4 كيلو طماطم 5 كيلو ولينا نبيعو بنص كيلو بالكيلو ها هي تورا انت تروح تجيبها ب 11000 وتحطها ب 12000 ولا 12.5 تدي 1500 ولا 1000 فرنك تاعك شحال راح تسقى روحك انت شحال راح تبيع في النهار المواطن لازم يشوفوا له حل انت دوك تدي 1500 في الكيلو انت انا مضرور يا اخي انا كاري والدنيا حوايج بزاف راني مضرور وثاني المشتري راهو مضرور والفلاح راهو مضرور ثاني رانا في ثلاثه مضرورين الله يا خويا حسين غير في ثلاثه رانا مضرورين والشعب راهو يخلص مسكين الشعب راهو يخلص مسكين الشعب انت هذا ترى والله يجي يخلص شوف شوف مع الطماطم يجي يرفع كيما شوف معاها يعاود قول له خويا كاش ما يسر بك يقول لك بالغالب ما عنديش واش دير؟ ما عندك الاسعار في كل شهر زاد الدوبلي وهذه شغل حتى الشعب الثاني لازم ربي يهديه يشوفوا الحاجه غلات شغل اللي يوليو عليها كاملين يروحوا يشريوها صح صح انت الطماطم كي كانت 2500 300 ما يشريوهاش ما كانوش يديوها ودركي ولات 12000 15000 كاين اللي يدي ب 50000 طماطم وكاين اللي ما يقدرش يدي ماشي غير الطماطم زاد البصله راه يدي زويبين اليوم البصله تاع الحب وانا قلت لك البصله تاع الشالوط راه يدير 10000 فرنك هل يا ترى انت سبحان الله 10000 بصله شالوط واخرى 18000 ها سحر انت وسط 100000 انت الطماطم خلينا هضرنا على الطماطم الجريوات هل يا ترى انت الجريوات اروح تشوف يا حبيبي 18000 جريوات 18 زوين الناس هنا 18 كيساس برسو خويا راه كما نقولوا هي نرمو باش نهضروا الصراحه نرمو هي 5000 انت الحار هل يا ترى الحار 25000 20000 اش راح يعيش المواطن هذا؟ واللي يبرك اش راح يعيش انت البيض بالفين او اللحم راه يبيعوه فين؟ 200000 كيف؟ انا يا اخي كمواطن ما نقدرش راني خضر راني نبيع انا الخضره وما نقدرش نوفر للدار الشيء هذا كامل. انا مواطن يا اخي كيفك الشعب راني كيفك الشعب ما نقدرش نوفر انا الشيء اللي رانا نوفر فيه كامل. تهلية كلش زايد ما كانش حتى حاجه بقات كما راه انت الزيتون زاد ما كانش اي حاجه تشوفها انت كل الزاد